بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المتابعين، أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي دي ام ام سبورت. اليوم إن شاء الله بنستعرض أهم النتائج في الجولة السادسة من دوري جميل للمحترفين، وأيضا إن شاء الله بنتطرق إلى موضوع نادي الاتحاد وعدم مشاركته في البطولة الآسيوية و يعني حصول على الرخصة الآسيوية والمسببات حول ذلك. والآن أعزائنا المتابعين مع أولى الفقرات مع العناوين. معتوق: الاتحاد يشبه ريال مدريد وبرشلونة والنادي بلا أعضاء شرف. الجندل: عدالة زوران أعادت توهج النصر. طلال: أنا ضد جروس واللاعبون بلا روح. الفرحان: نقص الخبرة الإدارية وضعف العمل الفني سبب خسارة الاتفاق. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. لدينا مثل نادي الاتحاد، هذا النادي الكبير العريق، أحد أقوى وأكبر الأندية في آسيا جماهيريا إعلاميا على كافة المستويات. يكفي أن نقول هو من تأهل إلى بطولة العالم للأندية مرتين، قد يكون هو النادي الوحيد العربي أو في آسيا ربما. لديه إنجازات كبيرة جدا، فريق حقيقة. يعني هذا الموسم كان جميع الاتحاديين يتعشمون بشكل كبير جدا أن يعود هذاك الفريق الكبير، الفريق القوي، الفريق المنافس. لكن كانت الصدمة الكبيرة عندما توفى رئيس النادي أحمد مسعود رحمة الله عليه، وتحولت الأمور إلى مثل ما يسمى بالكابوس. الفريق ربما المهندس حاتم باعشن تولى قيادة الأمور مكلفا يعني لمدة عام. خسر الجولة السادسة من أمام الشباب. ما كانت الطامة الكبرى هو انسحاب الفريق من البطولة الآسيوية. للحديث أكثر حول الاتحاد، للحديث الأكثر حول مشاكل الاتحاد، سعدنا أن أستضيف الإعلامي مصباح معتوق. أستاذ مصباح، مساء الخير. مساء النور أخوي علي، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الإخوة في الإعداد والكنترول. يعطيك العافية أبو معتوق. سؤال الأول لك: لماذا انسحب الاتحاد من البطولة الآسيوية؟ أول شيء طبعا يعني هي هو مو انسحاب، يعني عشان الناس تفهم أكثر وتوصل المعلومة أوضح، هو مو انسحاب، هو اعتذار عن عدم المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا 2016-2017 بسبب الضائقة المالية اللي تمر على النادي. اعتذرت إدارة نادي الاتحاد المكلفة، طبعا هي مكلفة ليست عام، هي لنهاية فترتها هذا الموسم. اعتذرت إدارة نادي الاتحاد المكلفة برئاسة المهندس الأستاذ حاتم باعشن لعدم وجود السيولة المادية والضائقة المادية والقضايا الخارجية والمحلية. معقول أستاذ مصباح، معقول يعني فريق ونادي مثل الاتحاد يعني يصل إلى هالمرحلة؟ يعني لا يوجد من يقف مع الاتحاد، لا يوجد من يسدد ديونه في بطولة الآسيوية، يعني يعتبر نادي الاتحاد هو يعني أفضل نادي ربما يلعب فيها، يعني على الأقل خلينا نتحدث هو من وصل إلى نهايات أو اللعب في بطولة الأندية المعروفة مرتين. معقول نادي مثل هذا النادي ما يوجد لديه رجال يستطيعون أن ينهوا هذا الموضوع؟ تتحدث عن الأمور المالية. أنا لو جبت لك شيء، لو أعرف لك معلومة ممكن تنصدم أخوي علي، اللي هي نادي ريال مدريد إلى 2017 كان ممنوع من التسجيل بسبب عليه مطالبات مالية، اللي هي المشاكل المتعلقة بال التراكمات في الاتحاد الفيفا. كان ريال مدريد عليه مشكله، وقبل كان برشلونه عليه مشكله. الانديه الكبيره يعني دائما تتعرض لازمات وهزات ماليه، ليس عيبا انك انت يعني تمر بهذه المرحله، العيب الا تتفاداها مستقبلا. انا اتفق معاك 100%، نادي كبير، نادي كيان عريق، من اعرق واقدم واول الانديه
عربية وخليجية تأسيس النادي الاتحاد الكيان الثمانين الوقور الذي تأسس يعني الآن على يعني على مقبلة 90 عام. نعم. ولا يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا البطولة المحببة الذي لم يستطع أي نادي سعودي تحقيقها مرتين متتاليتين أو الوصول لمونديال أندية العالم، هذا نادي الاتحاد ونادي النصر سابقا، لكن في النسخة الجديدة لم يستطع نادي سعودي. أنا لو أضرب لك مثال، الأهلي صرف مئات الملايين ولم يستطع، الهلال صرف قرابة 300 مليون على لسان الأمير عبد الرحمن بن مساعد الرئيس السابق. نعم. ولم يحققها. النصر كذلك الأمير فيصل بن تركي دفع مئات الملايين ولم يحققها. الاتحاد النادي الوحيد الذي نجح بكل جدارة باستحقاقه بعرق جبينه وبدون مساعدة حكام وبدون إرسال ضربات جزاء وما شابه ذلك، مثلما حدث في مباراة الشباب الأخيرة في الجولة السادسة من دوري. احنا بنيجي لمباراة الشباب، بس خلينا نتحدث الآن عن يعني خلاص الآن أصبح رسميا ما راح يلعب الاتحاد في البطولة. رسميا الاتحاد ما راح يلعب، هذا ليس طيب. نهاية المطاف، ولا يغلق هذا الاتحاد أبوابه وتنطفئ أنواره ويطفع نور شارع الصحافة، لا. طيب خلينا مصباح، بس الاتحاد كيان كبير سيبقى كبير شاء من شاء وأبى من أبى. طيب. الكيان الآن يمر في ضائقة مالية، لو من عمل الشيطان، لو كان هناك أعضاء شرف على قدر المسؤولية وعلى و و وفعلا همهم وعشقهم لكيانهم ولجماهيرهم ولناديهم الذي قدم لهم، حتى لو انهم سبقوا ان دفعوا ريال، لو كل شرف دفع فيه ريال سابق يحق له الفخر انه دعم نادي مثل نادي الاتحاد، يحق طيب. لهم فخرا. طيب مصباح، لا نحدد اسماء محدده من الشرفين، لا مصباح خلينا على اساس عضو شرف الى اكبر عضو شرف يا يتحملون ما يمر في نادي الاتحاد. لو كانوا فعلا يهمهم ومصلحتهم وحبهم وعشقهم لناديهم او على الاقل احترام للبطاقه العضويه الشرفيه اللي يحملوها، كان دعموا نادي الاتحاد وما خلوا جماهيره تتحسر على عدم المشاركه في البطوله الاسيويه الموسم المقبل وعلى الازمه اللي هو فيها الان النادي. طيب هل احترامي بس اكمل لك اخوي علي، تفضل. ما احترامي الكبير والقدير لكل شخص اي كان من كان مهما كان اسمه، انا احترمهم واقدرهم كاشخاص، لكن تجاه عملهم ووفائهم وعشقهم لنادي الاتحاد هذول ليس اعضاء شرف، هذول اعضاء درس. طيب لا احنا نحترم طبعا، شوف احنا في نهايه المطاف نحترم الجميع ونحترم جميع اعضاء الشرف الانديه والاتحاد منها، لا بس خلينا في سياق، خلينا في سياق الموضوع، حتى في اتمنى اختيار المفردات اللائقه، يعني اتمنى وهذا عشمي فيك ان شاء الله، بس خليني اطرح عليك سؤال. الان يعني ما كان الاتحاد عارف انه في المركز الثالث وانه بيلعب قبل ان ينطلق الموسم، يعني لماذا لم يتم محاولة ادارة الاتحاد تلافي الموضوع ومحاولة انهاء الامور المتعلقة المالية ليكون جاهز للمشاركة الاسيوية؟ والله هذا السؤال تقدر توجهه الى كل ادارة تيجي تمسك نادي الاتحاد وتقعد غلوصة وغلوصة، ولا في اي مصروفات صحيحة ولا إيرادات، وفوق كل هذا الأول والأخير أنا أحمل الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد الله بن مساعد. ليش وش دخل الهيئة؟ تجي كل لجنة مالية ولجنة إقصائية ولجنة تقص الحقائب، كان هناك ترتيبات، لكن للأسف كل إدارة تروح تجي اللي بعدها تتشتت من الإدارة اللي قبلها بسبب وجود مديونات و كل من 5-6-7 إدارات الأخيرة كلهم يتحملون ما يحدث لنادي الاتحاد. طيب كله في ذمتهم. طيب مصباح خلينا نتحدث عن المباراة الأخيرة لأن الوقت عندنا ضيق. الاتحاد خسر من الشباب والمباراة كانت في جدة وأمام الجمهور الاتحاد، الجمهور حقيقة يعني ليمثل قوة يعني في لنادي الاتحاد، مثل قوة للمنتخب السعودي وللاتحاد، لماذا خسر الاتحاد هذه المباراة؟ أول شيء طبعا بشكل سريع أنا ما أقدر يعني طبعا أبارك لنادي الشباب الثلاث نقاط، فريق كبير يستحق بدون شك، لكن أول شيء قبل أبارك لنادي الشباب أنا أبارك لهوارد الإنجليزي هوارد ويب والحكم العالمي الشهير مرعي العواجي، أبارك لهم خسارة نادي الاتحاد.
ايش دخل مرعي العواجي؟ ها؟ ليش دخل مرعي العواجي؟ لانه هم الاثنين المخولين في اختيار الحكام لاداره المباريات. طيب. الشيء اللي ما يعرفه الجماهير والشارع الرياضي انه هذه من معلومه انا متاكد منها من مصادري انه الاستاذ عمر المهنا ليس له علاقه في اختيار الحكام لاداره مباريات. يعني مرعي يعني الاول والاخير هاورد ويب والمرعي العواجي. يعني يبغون ليش هم يبغون الاتحاد يخسر؟ وهذا سؤال تقدر تسأل. انا ما اقول لك انت اللي انت اخوي علي اذا انت ما شفت المباراه هذا شيء ثاني. لا بالعكس في اخطاء في اخطاء تحكيميه يعني في مباراه الاتحاد كبيره جدا. واحنا تحدث هذه هدر مال وهدر تعب ناس قاعده تشتغل في النادي وهدر جماهير اموال الجماهير تحضر وتشجع 90 دقيقه. من تحمل المسؤوليه؟ المسؤوليه من تحولها عن سوء التعامل من مدير ملعب الجوهره الاستاذ المهندس ابراهيم القوبع اللي اكثر من 5000 مشجع 6000 مشجع في الخارج بسبب سوء تنظيمهم سواء هم او غيرهم. لكن هذا سوء عوامل كثيره ادت الى خساره نادي الاتحاد. الشوط الاول انا اتفق معك الاتحاد ما كان وفق مستوى التطلعات. في الشوط الثاني الاتحاد كان يلعب على باب واحد وفوق كل هذا. والشيء المضحك الباكي والشاكي انه حكم المباراه لم يدون في تقريره انه سامي الجابر دخل الملعب. طيب انا ما ادري، انا ممكن انه دخول سامي للملعب كان فوتوشوب الله اعلم. طيب اذا سامي الجابر لديه حصانه هذا شيء ثاني اخر، لكن اعطي كل واحد اعطيه حقه. انت مثل ما عاقبت تركي الخضير الموسم الماضي في مباراه الاتحاد والقادسيه اللي ضرر منها الاتحاد وبسبب اللاعب هزازي، هاي الان تكرر نفس الموقف مع حكام محليين. للاسف المهندس حاتم بحشيش انا احمل المسؤوليه لانه قال احنا نثق في الحكم المحلي. هذه الثقه خليها تنفعك نهايه الموسم لانه طيب. انت حتتضرر. احنا في الجوله السادسه وهذا اول ضرر، ركلتين جزاء، هدف غير صحيح، اخطاء بالجمله التحكيميه، حكم لا مع احترامي لي لا يفضح اي شيء في قوانين كره طيب. القدم بدليل احنا احتسب ركله جزاء غير صحيحه والحمد لله انه ما احتسبها واصر على احتسابها لانه نادي الاتحاد نادي نزيه لا يحب الظلم ولا له في هذه الامور. طيب. نادي الاتحاد في تاريخه كله. طيب الاستاذ مصباح معتوق الاعلامي المعروف يعطيك الف عافيه. شكرا اخوي. شكرا. اذا اعزائنا المتابعين يعني المساحه مفتوحه للجميع لمن يريد المداخله او الرد على كل ما ياتي في هذه الحلقه او الحلقات الماضيه او القادمه، يعني البرنامج مفتوح للجميع. نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود اليكم. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. نادي النصر عاد والعود أحمده، الفريق النصراوي عاد شيء من بريقه، هذا الفريق مع المدرب العالمي زوران يقدم لوحة فنية أمام الأهلي في الجولة السادسة، وحقيقة يثبت أن الإدارة النصراوية وفقت في اختيار هذا المدرب الحقيقة الحازم الانضباطي. يعني كانت المباراة حقيقة بين الأهلي وبين النصر والأهلي سجال، كانت مباراة قوية لكن النصر ظهر بهيبته وقيمته المعروفة. للحديث أكثر عن هذه المباراة، عن نادي النصر والتحول الكبير، سعدنا أن نستضيف الإعلامي معاذ الجندل. أستاذ معاذ مساء الخير. أهلا وسهلا مساء النور، الله يحييك. يعطيك العافية طال عمرك وسعيدين بوجودك معنا. فيك أمسي عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين إن شاء الله. أهلا وسهلا معاذ. أولا سؤالي لك، النصر يعني يشهد تحول كبير وتطور كبير في مستواه، إلى من تعزو هذا الأمر؟ والله شوف أستاذ علي، يعني إحنا ما نقدر نقول أنه في تطور كبير جدا، بس إحنا في البداية في توقفات كثيرة. طبعا الآن في اللي شفناه أمس من النصر أنه في رغبة بالعودة من اللاعبين، من الأمير فيصل بن تركي. يعني أقول لك هذا شيء أنا شفته لدرجة أني يوم كنت في الملعب تجولت في الملعب، نزلت للمدرجات، رحت مدرجات الأهلي، مدرجات النصر، شفت الأمير فيصل بن تركي، شفت اللاعبين وهم يتكلمون وهم يصرحون، شفنا المدرب في المؤتمر الصحفي. يعني تحس من بداية
يمكن من اللاعبين في المباريات السابقة كانوا يقاتلون ويبغون يرجعون الفريق. هذا الشيء خلى الجمهور يرجع في مباراة الأهلي. تصريح نايف حزازي كان تصريح لاعب كبير يقول احنا كنا يعني كلنا على قلب واحد ولدينا رغبة في العودة. تكلم كلام كبير قبل المباراة. الأداء كان جدا عالي. حرارة الملعب كنت تحس فيها أمس من المدرج للاعبين ومن اللاعبين للمدرج، وهذا الشيء جدا مهم. لأن الفيصل بن تركي على غير العادة أمس كان على قولتهم يعني رايق، تحس أنه يشوف أن النصر هذا الموسم ممكن أنه يكون من الأوائل يعني. طيب لا أخوي معاذ، ليش أنت قلت على غير العادة؟ يعني هل إيش اللي تغير في تصريح الأمير فيصل بن تركي، علما بأن يوم السبت الماضي كان قد ظهر في تصريح يعني كان شوي صريح على في أمور، فتح أمور كثيرة، لماذا أنت ذكرت أنه على غير العادة؟ لا يعني أمس الأمير يعني من فترة طويلة هو بعد المباراة يطلع مطايق، حتى لو النصر فايز تلقى المستوى يعني ما هو مقنع. عندك الموسم الماضي يعني الأمير فيصل أو حتى اللاعبين ما كانوا راضين، وهذا الشيء قاله يعني قاله نايف حزازي، قال إحنا أول شيء عندنا رغبة وإحنا خجلانين من أنفسنا الموسم الماضي اللي قدمناه، لأن الموسم الماضي كان شيء صراحة يعني ما في أي لاعب يرضاه إنه يلعب من الأندية الكبيرة ويظهر بهذا المستوى ويكون في هذا الترتيب، ما بالك النادي مثل نادي النصر. فالأمير أمس يعني حسيت يعني من عيونه كذا وأنت تشوفه تحس إنه الثقة رجعت إنه هذا فريقي دام يقاتل ويلعب بهالطريقة. يعني أنت عندك أمس النصر مو بس يلعب يعني يلعب بالقوة بالذكاء بالتكتيك باللياقة يعني عدة إذن 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 أشياء لما تجتمع أنت تقدر تثق حتى لو فريقك أو نوع لاعبيك ما هو فعلا عالي تقدر تسوي شيء. طيب إذن أنت تتحدث عن عمل مدرب موجود؟ شوف عمل المدرب يعني جدا واضح أنه جدا ممتاز، هو من أول ما جاءه في المعسكر الإعدادي. طبعا لو تلاحظ كل اللعيبة يقولون لك هذا المدرب، يعني يمكن أحمد الفريدي يعني يمكن قالها أمس يوم قالت تتوقع بكرة في راحة، قال والله هذا المدرب صراحة جدي وما تقدر تتوقع إيش يعني ما تقدر تتوقع منه أنه بيكون في إجازة، ممكن يقول لك لا تعال مرة. فهو شخص يحب العمل وواضح أنه جدي مع اللاعبين، في نفس الوقت ما هو جدي إلى مرحلة أنه يكون ممل أو يطفش اللاعب، لا علاقته مع اللاعبين يعني حميمية معاهم، وهذا الشيء مرة مهم في 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 المدرب. وأهم شيء سألني يعني وسأل أي أحد يكون قريب من اللاعبين، أهم شيء العدالة. لما يكون المدرب عادل ويدري أن هذا اللاعب يستحق يلعب وهذا جاهز وهذا قاعد يأدي في التمرين ويلعب وقاعد يعطي الفرصة لكل اللاعبين، صدقني الكل يكون راضي، حتى اللاعب في الدكة يكون راضي. طيب أخوي معاذ، يمكن كان الحديث في الشأن النصراوي سواء من الإعلام من الجمهور من الإدارة، يعني ممكن كان حسين عبد الغني هو متصدر ممكن المشهد، معاقبته من قبل السيد زوران، هل ترى مثل هذا الأمر سوف ينعكس؟ يعني احنا شاهدنا ان عاقب زوران عاقب حسين عبد الغني ربما تكون هي السابقة يعني امام الوحدة وامام الأهلي، هل ربما تنعكس بشكل إيجابي على الفريق وأداءه وانضباطيته في سواء داخل الملعب وخارج الملعب او حتى في التمرين؟ والله شوف موضوع حسين عبد الغني، هل فيه أحد تكلم رسميا وقال إنه عقوبة انضباطية؟ ترى ما سمعت هذا الكلام، ما سمعت إنه في عقوبة انضباطية على حسين عبد الغني، بس يعني الأخبار اللي قاعدة تطلع إنه حسين عبد الغني ما لعب المباراة الأولى فما يبغى يلعب مباراة كويت. طيب ليش ما لعب المباراة؟ إذا يعني أنت عندك رأي غير الرأي هذا إنه مش معاقب بعد قضيته مع عوض خميس؟ لا ما شوف يعني أصلاً عوض خميس من بعدها نزل صفحة حسين عبد الغني في تويتر، وحسين عبد الغني حط ذبيحة أتوقع أو عزيمة عشاء لكل اللاعبين أو يمكن حتى العوض مش واضح معنا، لكن ما في أحد قال عقوبة انضباطية لا الأمير فيصل بن تركي ولا المدرب. طيب إيش تفسيرك لعدم لعب حسين عبد الغني وهو الجاهز وموجود وما يعاني من إصابة، لماذا لم يلعب أمام الوحدة وأمام الأهلي؟ ممكن إنه يكون شفت حسين عبد الغني الموسم هذا ما هو يعني غير جاهز فنيا يعني إذن مستبعد من زوران.
وانا ايمان صراحه ما في شيء واضح الى الان. لا 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 قول معاذ لازم تكون معي يعني خلينا نكون واضحين، في عندنا مشاهدين ولازم نعطيهم الراي الصحيح. اكيد اكيد انت بس ما تقدر، انت ما في شيء رسمي، ما في احد قال لك لا عقوبه انضباطيه. بالعاده اي عقوبه انضباطيه تطلع على لاعب تعلن عادي تم عاقبه اللاعب الفلاني. نعم بس المصادر اللي نعرفها داخل النادي كذا ما تقول لك ان عقوبه انضباطيه، يقول لك حتى ان لا حسين عبد الغني ما يبغى يدخل في مباراه وهو مش جاهز، ما يبغى يسوي الضغط زياده على الفريق. مش جاهز من أي ناحية اللي هي فترة المنتخب، وبعدين المدرب فضل مشاركة عكاش لأنه جاهز فنيا. طيب عكاش أصيب أي وما لعب أمام الأهلي، لماذا لم يستعين بحسين عبد الغني؟ أنا ما أتوقع أنها انضباطية، أنا أتوقع أنها فنية أو فنية. على كل حال هل تجد مثل العمل اللي يقوم فيه؟ أنا ما أبغى أختلف أنا وياك، أنا بحترم وجهة نظرك وربما تكون هي الصح، لكن احنا نتحدث عن ما يحدث مثلا في الساحه وفي المشهد النصراوي بشكل عام. هل مثل هذا العمل اللي يقدمه زوران قد ينعكس بشكل ايجابي على اللاعبين سواء في التمرين في بشكل عام؟ انا اتحدث هو ينعكس ايجابي الان، يعني واضح النتيجه الايجابيه واضحه من بعد يعني تقريبا من المباراتين السابقتين واضحه عمل المدرب في شيء ايجابي كبير، لكن ما يهم الشيء الايجابي بقد ما يهم انك تحافظ وتستمر عليه. انت عندك موسم طويل، لما احنا نلعب او كلاعبين مثلا لين الدور الاول ونقدم مستوى مثل كذا والدور الثاني تبدا يكون عندك دروب، هذا يسبب مشكله. نعم فلابد انه يكون في محافظه على هذا العمل باذن الله. اذا الاستاذ معاذ الجندل الاعلامي المعروف يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لارائك. الله يعافيك، شكرا لك، واعذرني على مساله حسين عبد الغني لانها ما فيها اي شيء واضح. حقك يا اخوي، احنا في نهايه المطاف احنا ناخذ راي الشخص وربما يكون عنده وجهه نظر، احنا في النهايه نبغى نوصل الصوره للمشاهد. بالعكس على راسي يا معاذ. اكيد الله يعطيك العافيه، شكرا. اذا اعزائنا المتابعين نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود اليكم. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء، لازلنا متواصلين معكم في حلقتنا لهذه الليلة. الفريق الأهلاوي كان قد خسر من النصر في الجولة السادسة في المباراة التي جمعت الفريقين في الرياض، يعني ربما عاد المدرب جروس وهو من حقق الدوري وحقق نتائج إيجابية مع الفريق الأهلاوي، استبشر خير فيه الأهلاويين، لكن ربما لم يظهر الفريق بشكل في المباراتين التي لعبهم. يعني خلينا نتحدث عن مباراة القادسية لم يكن الأهلي بذلك الأهلي الموسم الماضي، وأيضا أمام النصر خسر بنتيجة 1-0. للحديث عن الشأن النصر عن الشأن الأهلاوي عن أسباب الخسارة يسعدنا أن نستضيف الإعلامي المعروف طلال عبد الله. استاذ طلال مساء الخير. اهلا، مساكم الله بالخير والنور والسرور استاذ علي حبيبي. اهلا وسهلا ابو عبد الله. اولا لماذا خسر الاهلي امام النصر؟ باختصار شديد لان النصر دخل المباراه يبغى يفوز، النصر لعيبه وجمهور ومدرب ورئيس ومنظومه كامله دخلت الملعب تبغى تفوز، تبغى تلعب كوره، تبغى تنتصر، تبغى تحقق الثلاث نقاط، واخذوا كل اللي يبغوه في المباراه، مستوى، نتيجه، اداء، ملعب، كل حاجه. النصر كان مكتمل، كان كالبدر في تلك الليله. يعني الاهلي ما كان يبغى يفوز ابو عبد الله اطلاقا. وانا ضد اللي يقول انه المدرب، يعني انا مستغرب انه الان الوسائل الاعلاميه كلها ومواقع التواصل الاجتماعي كلها اول ما تفتتح كلامها زي انت قبل شوي استاذ علي، اول ما افتتحت كلامك بتقول انه الاهلي اعاد جروس. هذه مشكلتنا احنا في السعوديه، انه دائما بنتكلم فقط على مدرب، الفريق سيء غير مدرب، الفريق ما مشي غير مدرب. طيب هذه هي نفس التشكيله النصر اللي اخذت لموسمين على التوالي بطوله الدوري، وهي نفسها اللي الموسم الثالث كان في المركز الثالث. طيب المدرب هو اللي يتحمل المسؤوليه ابو عبد الله؟ للاسف احنا اللي بنحمل المدرب. أي من يتحمل المسؤوليه طيب غير المدرب؟ يتحمل المسؤوليه كل الفريق، اللاعبين، امس اللاعبين كلهم ما هم بمستواهم، كل اللاعبين مشتتين، امس المستوى في الاهلي كان متدني للغايه، ما في ولا لاعب بمستوى نفس مستوى الموسم الماضي. يعني انا اتوقع انه فريق مثل الاهلي لو انا ادرب واجيب فيه بطوله، لو اي واحد في الشارع يدرب ويجيب فيه بطوله، فريق مكتمل العناصر، فريق كله سوبر ستار من النجوم، فريق كامل، فريق قوي، فريق
يملك. طيب ايش اسباب الخساره من وجهه نظرك؟ ما اعرف، يمكن ما في لاعبين، المدرب، الاداره، الجمهور، من يعني من تسبب؟ انا عن نفسي دائما واقعي، لا احمل اداره ولا احمل جمهور، ولا انا احمل التشكيله اللي نزلت في الملعب، جمهور ما عفوا لعيبه ومدرب وكله. ما في احد، المدرب ما قال للمؤشر ضيع 3 اهداف امام المرمى، المدرب ما قال لجروس، ما قال لسوما لا تناول لفتفه، ولا قال لفتفه لا تناول لسوما، ولا قال سووا الفوضى اللي كانت موجوده داخل الملعب يوم امس. الاهلي حقيقي كان فريق سيء امس، ولا 10% من مستوى الاهلي او مستوى اللاعبين اللي يمثلوا النادي الاهلي. طيب من خلال ما رايت الان، خلينا نتحدث عن 6 جولات، ربما جروس يعني حضر في اخر جولتين، هل ترى ان الاهلي قادر على المنافسه في الدوري لهذا العام؟ ولو ان الحديث مبكر، لكن خلينا نتحدث عن ما حصل في خلال 6 جولات. شوف، اولا في الست جولات النتائج اللي حصلت يعني طبيعيه جدا، حتى وان كان الاهلي فريق من ضمن 5 الفرق الكبار، ومعروف انه الفرق الكبار دائما بتعطل بعضها، يعني الاهلي انتصر بمسابقاته مع فرق المتوسط، تعثر بالتعادل مع الاتحاد، خسر من الشباب والنصر، ممكن بكره الشباب هزم الاتحاد، وبكره ممكن النصر يعطل الهلال والهلال، وهكذا الخمسة الكبار دائما المعادله بينهم مختلفه، يعني الدوري ما زال في البدايه يعني. ولكن اذا الاهلي لعب في بهذا المستوى اللي احنا شاهدناه البارح امام فريق النصر، الاهلي ما راح يروح بعيد بالدوري اطلاقا، ولكن اذا تعدل الاهلي وتعدل الموضوع، الفرق الكبيره ممكن تعطل بعضها، وما زلنا احنا في الجوله السادسه يعني لسه باول خطوه. طيب ابو عبد الله، يعني اخر سؤال، اداره الاهلي ما هو المطلوب منها؟ إدارة الأهلي المفروض تهيئ اللاعبين تهيئة نفسية صحيحة، يعني تخرجهم من الأجواء المشحونة، تخرج يعني في أشياء. السبب الأجواء المشحونة، يعني أنت تتحدث قبل شوي تقول اللاعبين 5 ستار، تتحدث عن كل شيء معين. على فكرة أنا لما أقول أجواء مشحونة أقولها كرؤية وليست كمعلومة، يعني علشان نكون واضحين في الموضوع، كرؤية يعني أنا شايف إن اللاعبين مشحونين، السومة ما هو السومة، متشتت تماما، رغم إنه يعني الكل يدرك إنه النمبر 1 في الدوري السعودي، المؤشر ما هو المؤشر، يعني كل الفريق في حاجة غلط. في على فكرة يعني عارف الناس كلها استبشرت خير بعودة جروس، علما بإني أنا يعني قلت في مواقع التواصل الاجتماعي أنا مع كنت بقاء جوميز، أنا أحس إنه جوميز كان عنده الشيء الكثير، وجروس كمان عنده الشيء الكثير، ولكن أنا واحد من الناس الواقعي جدا اللي ما أحمل كل شيء المدربين ولا أحط المدرب شماعة، أنا أعرف إنه اللعيبة عليهم واجب وعليهم دور، يعني اللعيبة إطباقا أمس ما كان في النصر، كان في روح كسب المباراة، كانوا لاعبين مقاتلين، الأهلاويين إطلاقا ما كان في أي روح، كانوا يلعبوا من أول المباراة إلى نهايتها مسلمين وكأنهم ضمنوا الدوري، كانوا مستسلمين لفريق النصر يفعل لهم كيف ما شاء، لذلك أنا أقول لك المسألة مسألة لاعبين قبل أن تقول لي مدرب وقبل أن تقول لي أرضية وقبل أي حاجة، اللاعبين أنا دائما أحملهم المسؤولية الكبيرة، لأنه في الأخير بعد ما تنتهي الخطط في 11 لاعب لكل فريق هم اللي يمثلوا المستطيل الأخضر، أنا للأسف البارح ما قلت ولا على كورة في المباراة، الله كل الكور أفا كل يعني كل الهجمات بقول عليها يعني مو كذا، رعونة تماما أمام المرمى من كل لاعب مخطط، في كورة كان لو سومة عرضها الفتفة اللي ممتلك بين المدافعين كانت هذه هدف، لو أنا أنزل في الملعب أجيب أسجل هدف، ولكن في أشياء كذا غريبة صايرة في الملعب، أنا عن نفسي ماني عارف أفهمها بصراحة، ولكن الأهلي ما هو الأهلي. طيب. الأهلي إطلاقا ما هو الأهلي، ولا في روح الأهلي، ولا في رغبة عند اللاعبين في أداء المباراة، حتى لو قالوا لي أدوا مجهود كبير في الملعب، ولكن احنا نتمنى إن شاء الله أن الفريق الأهلاوي يعني يعدل الأمور اللي عنده ويعود كما كان في سابق عهد ذلك الفريق القوي. الأستاذ طلال عبد الله الإعلامي المعروف، يعطيك العافية، شكرا لأراك. شكرا لك، يعطيكم العافية. إذن أعزائنا المتابعين، نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة، لازلنا متواصلون معكم وحول الجولة السادسة من دوري جميل. كان الفريق الاتفاقي وهو الذي قدم مستويات متميزة خلال الجولات الخمس الماضية،
قد خسر من فريق الوحدة على أرضه وبين جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف. للحديث أكثر عن هذه المباراة، عن الأسباب التي أدت لهذه الخسارة، سعدنا أن نستضيف الإعلامي المعروف خالد الفرحان. أستاذ خالد مساء الخير. مساء النور على الله عبد الله، يعطيك العافية. سؤالي الأول لك، يعني الفريق الاتفاقي استطاع أن يفوز على فرقة قوية ومنافسة على الدوري، لكنها أمام الوحدة مع الاحترام الشديد طبعا، لكن أمام الوحدة خسر بثلاثة أهداف، يعني كانت مثار جدل لجميع عشاق هذا الفريق وأيضا حتى على مستوى الشارع الرياضي. ليس تقليل من الوحدة، لكن الفريق الاتفاقي قدم نفسه يعني بشكل مميز أمام الأهلي، أمام النصر، يعني أمام الأهلي وهو حتى يخسر، أمام النصر يعني فاز، أمام الهلال فاز، الآن يخسر وبنتيجة كبيرة. ما هي المسببات من وجهة نظرك؟ وجهة نظر الفريق الاتفاقي يقفه الكثير من العناصر الرئيسية والمنافس بشكل أكبر. الفريق نعم حقق نقاط مهمة أمام الهلال والنصر وأيضا أمام الباطن، لكن الفريق الاتفاقي لا زال يعاني من نقص في فوز السنتين الماضية في الدرجة الأولى، فمع عودة هذا الموسم استبشرنا الكثير، لكن لا زال العمل يحتاج أكثر. فريق الاتفاقي يعاني من أخطاء تدريبية فنية، يعاني أيضا من أخطاء إدارية، لكن طيب لحظة، لذلك فالروح غابت في المباراتين الأخيرة أمام الفتح والوحدة، فلم يكن فريق بحضوره المعتاد في مباريات الاتفاق. طيب لحظة، أنت قلت لي يعاني من مشاكل فنية ومشاكل إدارية. يعني يعاني من نقص خبرة إدارية ومشاكل فنية، مشاكل فنية مشاكل فنية بالحكم من الإدارة وزالت شديدة سنة أولى في الدوري الممتاز، يعني من شيء طبيعي أن يكون تحفر كثير من الأخطاء. أما المشاكل الفنية فلما تشوف خلال 6 مباريات 17 لاعب يترون فريق كلاعب أساسي عدد كبير جدا. طيب ربما هناك يعني تحدث حتى لو أخذنا منطق تدوير اللاعبين أو منطق وجود إصابات، لكن وجود عدد 17 لاعب بس فرق أساسيين بخلاف من مثله كاحتياطي، نلاحظ أن هناك خطأ واضح في الوضع الفني أو هناك ربكة لدى الفريق. طيب نقص الخبرة الإدارية مع الأخطاء الفنية ربما يعني لا تتوافق مع بعض، إذا كان الإدارة أو خلينا نتحدث عن المشرفة، الإدارة المشرفة على الفريق القدم يعني لا تستطيع أن تناقش المدرب في مثل هذه الأمور، مثل هذه الأخطاء الفنية. الإدارة تقوم بالمناقشة والأخطاء، لكن لجنة الخبرة محدودة على الدوري. ألو معك، صوتك راح خالد. أيوة تفضل. الوضع مختلف في دوري عبد اللطيف جميل عن ما هو كان عليه في الدرجة الأولى. فرق الدرجة الأولى كانت تلعب بأسلوب قفل الملعب، أغلاق الملعب، أسلوب أن الاتفاق هو أكبر الفرق الموجودة. بس استطاع أن يفوز. الآن فرق كبير. لما يلعب في الدوري الممتاز المنهج يختلف أمامه، يحتاج أسلوب مختلف، يختلف يعني عن قدرات المدرب جميل القاسم. بس يا خالد مدرسة متمرسة في الدوري الممتاز. طيب بس إنها استطاعت هذه المدرسة أن تفوز على الهلال والنصر. النصر الكل شاهد في بداية الدوري كيف كان فريق في أسوأ حالاته. في مباراة الاتفاق شاهدنا كيف كان الوضع مع المدرب السابق بالتابو. لما يواجه الاتفاق بكامل العناصر الأدبية على الدكة وبقلة احترام الفريق الاتفاقي ساهم في فوز الاتفاق. لا نقول من فوز الاتفاق، لكن الفريق الاتفاقي حق الفوز حتى لكن قبل. طيب وفاز على الهلال. في الرياض. فاز على الهلال في الرياض لكن كان باستهانة وقلة احترام من الفريق الهلالي للفريق الاتفاقي، من المدرب الفريق الهلالي حينها. فكان بالعكس هذا شيء يحسب لدار اتفاقية، المدير الاتفاقي ما قدر يقوم بالمباراة بظل تهاون طيب الاتفاقي بالوضع الحالي هو الفريق اللي قادر ينافس. طيب هدد مرمى هدد تفضل. هل انا لما كفريق عادي الدوري الممتاز ابي اثبت اقدامي في الدوري الموسم الثاني، هل الاهم اني افوز على فريق كبير في المقابل اخسر من فرق اقل منه، أو الأهم أني أجمع أكبر قدر من النقاط حتى لو خسرت أمام الفرق الكبيرة؟ يعني أنت ترى أن المدرب جميل قاسم ليس يعني الذي قادر على أن يقود الاتفاق في دوري جميل. أنا أشوف أن الاتفاق أكبر من اسم جميل قاسم في دوري عبد الجميل. طيب احنا طبعا نحترم الجميع، نحترم المدرب جميل قاسم، نحترم إدارة الاتفاق، نحترم الجميع، ولكن يبقى كاسم يبقى أكبر من اسم جميل.
بطبيعة الحال لابد الأندية هي يعني هي الثابتة، يعني كيانات تبقى هي الثابتة والجميع متحرك، سواء رؤساء الأندية أو الإدارات أو اللاعبين أو المدربين، الكل متغير والكيانات هي الباقية. لكن أيضا نحترم جميع الآراء الموجودة، وما زلنا نتكرر في جميع الحلقات أن الجميع حق الرد على أي مداخلة تحدث. الأستاذ خالد الفرحان الإعلامي المعروف يعطيك العافية، شكرا جزيلا لآرائك. إذن أعزائنا المتابعين، نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، إلى أن نلتقي وإياكم يوم الأربعاء القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.